يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا إنا
وداعياً إلى الله وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن إلى ربك رجعا صدق الله العلي العظيم.